لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. بنعمة المسيح هنبتدي النهاردة ناخد الأصحاح 13 من إنجيل يوحنا البشير. في ملاحظة بين إنجيل يوحنا والثلاث أناجيل الأخرى اللي هي متى ومرقس ولوقا، اللي بيسموهم الأناجيل الإيذائية. إيذائية يعني إيه؟ يعني متوازيين مع بعض. يعني لو الواحد عايز ياخد فترة أسبوع الألام يجيب الثلاث أناجيل دول ويوضبهم، يقدر يعرف التفاصيل من كل الجوانب. متى البشير بياخد جانب معين، مرقس بياخد جانب آخر، لوقا بياخد الجانب الثالث. في كل الأحداث من يوم البشارة بالتجسد لغاية الصعود نلاقيها في الأناجيل الثلاثة الأولى. ميزة إنجيل يوحنا أنه يوحنا كتب بعد، يعني تقريبا آخر القرن الأولاني أو بداية القرن الثاني، ففي كتير كانوا ماتوا من اللي شافوا المسيح وجها لوجه أو بقوا عواجيز كبار. فبدأ الناس في بعض مش قادر يقبل ازاي اللي كان عايش وسط الناس وبياكل وبيشرب ويتألم ويموت يبقى هو ابن الله. ولذلك دايما نقول عن انجيل يوحنا بيشبه بالنسر الطاير في السماء عشان يكشف لنا عن اسرار لاهوت ربنا ويكشف لنا عن عمل كلمه الله فينا. الحقيقه بحس في انجيل يوحنا ابتداء من الأصحاح اللي احنا اتكلمنا عنه من 10 لغاية الآخر، كل الفترة دي لغاية 21، الفترة دي كلها واخدة فترة الفصح المقدس اللي هي يدوب ما قبل دخول أورشليم لغاية مقام من بين الأموات. يوحنا الحبيب سجل لنا حاجات جميلة تكشف إيه أسبوع الألام بالنسبة لنا. عشان كده بقول في أعماقي النهاردة كنت بحس بقول الواحد كان نفسه يتكلم عن أسبوع الألام، لكن طبيعي جاية الفترة اللي احنا بنتكلم فيها في إنجيل يوحنا بتكلمنا عن فترة الفصح المقدسة. في أصحاح 11 شفنا إقامة لعازر، في الأصحاح 12 شفنا الرياكشن بتاع الإقامة على بيت مريم ومارثا ولعازر وعلى رؤساء الكهنة والفريسيين وعلى جموع الشعب. يعني جاب لنا صورة متكاملة عن إيه الموقف بعد إقامة لعازر من الأموات. النهاردة في الأصحاح 13 هنلاقي المسيح قاعد مع تلاميذه وحيبتدي بقى يكشف ايه هو الفصح. ايه هو الفصح في الفترة دي اللي احنا بنسمعها؟ غالبا الأصحاح 13 نقدر نقول ان كان يوم خميس العهد. في خميس العهد قرب عيد الفصح، نقدر نتخيل ايه اللي كان بيشغل الناس. ناس كتير مشغولة، سواء اللي كانوا في أورشليم أو اللي جوا من الخارج، يا ترى الحمل نكشف عليه نتأكد ما فيهوش عيب، ما يكونش أكبر من سنة، سن يكون سنة إلى آخره. لكن السيد المسيح بدأ يكشف ويفحص الحمل، مش الحمل في منظره الخارجي إنه بلا لوم أو بلا عيب،
ولا من جهة السن إنه سنه صغير سنة، ولكن أخذ التلاميذ وبدأ يفتح لهم أسرار هذا الحمل العجيب اللي قال عنه يوحنا الحبيب، هذا يوحنا المعمدان، هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يا ترى يا ربي والعالم في الخارج قاعد مشغول وبيوضب العائلات مع بعض أو كل عيلة لوحدها وبيتلموا على بعض واللي جايين من بلاد كتيرة وحركة يعني غير طبيعية في الفترة دي، أنت هتعمل إيه يا رب؟ قال أنا هاخد حركة غير طبيعية، أخد التلاميذ وأطلع أكشف لهم عن الأسرار الإلهية. فنلاحظ في الأصحاح 13 صورة لحمل الله اللي يحمل خطية العالم. يقول إيه؟ أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم، ساعة الذبح يعني، إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. نفسي كده نقف عند إيه؟ أحبهم إلى المنتهى. فرق شاسع بين مئات الألوف من الحملان خلاص جه أو قرب وقت الذبح، في البعض بيقولوا في منهم بيقول إن حصل الذبح يوم الأحد الخميس، وفي البعض بيقول إن يوم الجمعة. أما يسوع إيه؟ أما يسوع، طب يعني يقول على طول يبتدي بيسوع، أما كلمة أما يسوع يعني في حاجة شغلة الناس، لكن رب المجد يسوع أخذ تلاميذه ودخلهم في جو تاني. كلمة أما يسوع يعني في أكشن، وفي أكشن آخر مختلف عن الأولاني. الأكشن الأولاني إن كل اليهود أو حتى الناس الدخلاء في الإيمان اليهودي مشغولين بعيد الفصح، مشغولين بالفصح بالحمل وذبحه. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. شتان ما بين الولاد الصغيرين وهم بيسألوا باباهم أو مامتهم إيه اللي بتعملوه ده؟ ليه كل الأعداد الضخمة دي من الحملان بتتذبح؟ طب والحملان دي هتعمل لنا ايه؟ وليه نعتبرها عبادة ربنا؟ ده حمل وبنذبحه خروف وناكله، نشويه وبناكله. فده حمل لا حول لي ولا قوة ولا إرادة لي، بيقوم الإنسان بذبحه ويشويه، حتى لو فضل حاجة بيحرقوها عشان تقعدش لليوم التاني. أما حمل الله فجه بإرادته، يقول وهو عالم أن ساعته قد جاء لينتقل من هذا العالم. مرضيش يقول لإيه؟ ليقدم نفسه ذبيحة أو لكي يحمل خطايا العالم، سيبقى دي في الآخر اتكلم عنه. لينتقل من هذا العالم إلى الآب. الثاني الحمل الثاني بأكله ويستهلك، والحمل يستهلك يروح، وأنا أيضا مع الزمن بموت وأفنى. أما حمل اللي جاي من السماء، كلمة الله المتجسد، فبيقول جاء لينتقل من هذا العالم إلى الآب، جاي ياخد البشرية في حضنه ويطلع بيهم ويقول لهم أنا ده الفصح الحقيقي. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس، لأن المسيح أو يسوع المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. ويقول أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. ما فيش إنسان يقدر يقول أنا بحب واحد إلى المنتهى. أقصى ما حيعمله الإنسان لو واحد بيحب ولاده وولاده حتى في النار، لو يعني كان شهم قوي ومش قادر يحتمل، ممكن يدخل عشان يجيب الولاد في النار ويتحرق جوه. تقول لي ده حبهم المنتهى؟ اقول لك لا، لان انتهت بايه؟ ان هو اتحرق ومات، وهم هيجوا في يوم يموتوا، سواء قدر ينجيهم او ما نجاهمش لكن هيموتوا.
زي ما قال قبل كده ايه، اباؤكم اكلوا في المن في البريه وايه وماتوا، لكن اللي ياكل جسدي ويشرب دم المبذولين على الصليب لهم حياه ابديه. فهنا احبهم الى المنتهى، يعني وهو بيقدم نفسه ذبيحه لا بيستهلك ولا هم بيستهلكوا، هو حيموت ويقوم، واللي قدم لهم ايضا الذبيحه حيموتوا بالجسد ولكن حيعيشوا الى الابد في احضان الله. احبهم الى المنتهى. نفسنا الواحد يقف كده قدام ربنا ويقول له يا رب بأطلب منك امور ارضيه كتيره، انا عيان تشفيني، انا عندي مشكله في الموضوع الفلاني، انا لي احتياجات معينه، ممكن مش لاقي شغل الى اخره. لكن المسيح جاي الى ما هو اعظم من ده كله، وهو الحب الى المنتهى، ان ياخذ الانسان في حضنه ويطلع به في استحقاقات دمه ويقدمه للاب ويعيش في حضن الانسان، في حضن الاب وفي حضن رب المجد يسوع كعريس، يعني كعروس في حضن عريسها. احبهم حتى او الى المنتهى. يا ترى رد الفعل ايه؟ معلمنا بولس الرسول لما تلامس مع هذا العمل قال لانه احبنا ايه؟ احبنا اولا، لانه احبنا اولا. هو يحب الحاجات المشتركه بيننا وبينه، يعني يحب يدخل في ديالوج معانا، هو يكلمني وانا ارد عليه، وانا اكلمه وهو يرد عليا، في رساله حب متبادله زي ما في رساله حب بين الاب والابن. يريد ايضا السيد المسيح ان تكون لنا كلنا، يكون لنا وحده ومعا، وندخل في رساله حب او في حوار مشترك وفي حب مشترك مع المسيح. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدى يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. منظر جميل. كلمة يخلع ثيابه يعني ايه؟ الناس اللي بيعيشوا بالاخص في البلاد اللي تلاقيهم بيلبسوا جبة كده من فوق، يعني في بعض البلاد لما يبقى في ضيف عيب يطلع بالايه؟ باللبس العادي بتاع البيت، لكن هو لبس البيت موجود عنده، لبس يعتبره ده ثياب داخلية، ويجي حاطط الجبة اللي هي يعني بيعتز بيها، يعني فيها شيء من الايه؟ من الرسميات او الوقار للغير الى اخره. فكونوا يخلع الثوب بتاعه اللي هو كلهم التلاميذ لابسينه وهو لابسه. وهنا احب اقول الحته اللي قالها قديس ماري يعقوب السروجي، بيقول انه لما السيد المسيح كان في بستان جثماني وحتما المسيح ظهر في اسبوع الالام مرات كثيره في الهيكل واتكلم علانيه وما كانش بيعمل حاجه في الخفاء والكل كان بيعرفه، طب ليه رؤساء الكهنه مع الفريسيين يدفعوا 25 قطعه من الفضه، 30 من الفضه، ليه دفعوا 30 من الفضه علشان يقبلوا فيعرف ان هو ده يسوع؟ طب ما هم عارفين، هم عارفين. يقول ماري يعقوب السروجي ان السيد المسيح ما كانش ليه لبس خاص زيه زي كل التلاميذ، وكان من السهل ان يجوا يقبضوا على واحد يقبضوا على واحد تاني، فلذلك اختاروا واحد فيري كلوز اللي حامل للصندوق، يعتبروه ده يعني اكتر واحد قريب من المسيح بالنسبة ليهم في فكرهم، وطلبوا منه ان ايه
ان يسلمهم المسيح بس ايه ياخد في حضنه، فاحنا نعرف فنقبض عليه. فالثوب اللي كان لابسه المسيح ثوب عادي، ما كانش لا لابس ذهب ولا فضة ولا حجارة كريمة ولا منظر تزويق، لكن هو كان يعلم مجد ابنة الملك من الداخل. يحب يركز أنظارنا على المجد الداخلي لا على المظهر الخارجي. فخلع ثيابه، يعني أخذ موقف زي موقف العبيد لما عبد يجي وعند سيده يكون مجموعة ضيوف. فكان النظام ولا زال في بعض المناطق الصحراوية، عشان بيبقوا جايين مشوار طويل ورجليهم تربت وتعبت وغيره، وكان ده النظام في الأديرة إلى فترة قريبة. لما يجي حد عشان بيبقى ماشي مدة كده في الصحراء فيجيبوا له مية عشان يغسل رجليه، وكان أحيانا أحد الرهبان يقوم يغسل رجلين الناس تشبها بالسيد المسيح. فحب يقول لهم إن هذا الحمل اللي يحمل خطية العالم جاي يغسل رجليكم، وجاي يقدسكم، وجاي خادما ليكم. وقال لهم في الآخر اللي أنا عملته، إن كنت أنا المعلم عملت كده فما بال التلاميذ، إن كنت أنا سيد عملت كده فكان بالأولى أنتوا تعملوا مع بعضكم البعض. فغسل الأقدام في هذا اليوم يشير إلى أن السيد المسيح ما يشغله تقديس الجسد وتقديس النفس. لما بطرس استصعب العملية وقال له حاشا، قال له سمعان بطرس ليس رجلي في الأول، قال له يا سيد أنت تغسل رجلي؟ فأجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. فقال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. فقال له بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين. بطرس حكم بالمنظر البراني، أنا بقاعد على الكرسي أو قاعد على حاجة أو حتى ممدد، هو يجيب يغسل لي رجلي وينشفهم لي بإيديه، كتير قوي كتير قوي، فرفض. فالسيد المسيح أكد له إن ما كانش يغتسل ليس له نصيب معه. عمل المسيح غسل الرجلين، جاي يغسلنا الغسل الكامل في المعمودية ويغسل رجلينا لما نقدم التوبة، فهو يغسل التراب اللي في داخلنا أو الدنس اللي دخل جوانا. عمل الإنسان المؤمن الملتصق بالمسيح غاسل الأقدام إن هو أيضا يبقى غاسل الأقدام. لو في مجموعة كده في البيت وصاحب البيت طلب من العبد إنه يغسل رجلين المجموعة دول، بيجيب الأروانة دي ويبتدي بالإبريق يكب شوية مية ويغسل الرجلين وبعدين ينشفه، مش هيفكر ده من فين ولا عنوانه ايه ولا علاقته بصاحب البيت ايه، ما تشغلهوش. هو رسالته ان يغسل رجلين الضيوف بتوع سيده. مرة ابونا بشوي وهو داخل سمع ان في خادم ضرب عيل، ضربه كده يزر، كان بيعمل شقاوة، فأخذوا كده ندهله. فبعد ما ندهله قال له أنت تعرف هنا شغلتك إيه؟ قال له آه. قال له أنا مدرس مدرسة الأحد وخادم.
قال له عارف يعني ايه خادم؟ قال له يعني ايه؟ قال له خادم يعني بتغسل رجلين سيدك. فالولد اللي انت ضربته قلم ده يبقى ابن سيدك. ممكن واحد خدام او عبد يضرب ابن سيده قلم؟ وكان ليه عبارة جميلة دايما يقولها في الاجتماع الخدام، يقول خادم مدارس الأحد عبارة عن الخدام اللي بيتشبه بالمسيح اللي بياخد هذه الكرامة إن يغسل رجلين الولاد. أمين مدارس الأحد يبقى إيه؟ يبقى خدام الخدامين يغسل رجلين الخدامين. الكاهن يبقى خدام خدام الخدامين، وهكذا. كل ما الواحد بيدخل في رتبة أكبر بيبقى خدام للخدامين أكتر. فنفسنا نعتبر لما نقف نصلي، صحيح هنا طبعا مفيش حتى تغسل غسل الأرجل، لكن في غسل الأرجل روحيا. لما يمر علي فكر إدانة الإنسان، شغلتي هنا زي ما قال السيد المسيح ما جئت لأدين بل لإيه؟ لأخلص. أنا ما جيتش عشان أحكم على حد ده رجليه وسخة، أنا جيت علشان أغسل له رجليه. لو واحد يقول لي رجليا ما فيهاش، أنا إذنك ما تمدش إيديك لأن أنا رجليا نظيفة، أقول له طب دور لك على حد غيري، أصل أنا شغلتي إيه؟ غسل الأرجل. للأسف بنتوقع بالأخص الناس اللي جوه الكنيسة إن إحنا إيه؟ إن إحنا نكرم. أبونا بشير كان يقول العبارة دي. كان مرة حصل حاجة وبعدين حد من المسؤولين في الكنيسة فقال لا، من أجل كرامة الكهنوت لازم فلان ده يعاقب. فالحقيقة أبونا كان متضايق وبقول له مالك؟ قال لي ايه كرامة الكهنوت دي؟ كرامة الكهنوت ان ينزل يغسل له رجليه. كرامة الكهنوت يعني الاسقف لما يلاقي كاهن غلط، كرامة الاسقف ان يغسل رجلين هذا الكاهن اللي غلط، ياخده كده عند المسيح وبالحب وبالتضاع، ويعرف ان هو ممكن يقع فيسنده عشان ما يغلطش. في حتة جميلة كان يقولها القديس يوحنا ذهبي الفم مع شعبه ومع الكهنة وأحيانا مع الأسقف، يقول لهم اوعوا تبصوا لي ان انا رئيس أسقف فيبقى انا المفروض ما فيش خطايا. قال لهم الكاهن ربنا بيسمح له بضعف، احيانا طفل صغير ما يقعش فيها، يعني ممكن كاهن يغلط غلطة ما عملهاش هو عيل صغير أو هو شاب، علشان يقدر يترفق بالساقطين. فلما يشعر بضعف معين، مر عليه حاجة، فكر غلط، صرف تصرف خاطئ أو غيره، يقول له أشكرك يا رب أنك سمحت لي ندوق مرارة الخطية دي، عشان بدل ما دين اللي بيقعوا في الخطية أنا أغسل رجليهم. فقال لهم كل ما الواحد بيكبر في الرتبة كل ما يكون تعرضه للخطية أكثر بكثير مما تتخيل. فقال لهم أنا كرئيس أساقفة لي ضعفات أكثر من ضعفات الأساقفة عشان أترفق بالأساقفة. والأسقف لازم يحس أنه له ضعفات أحياناً أكثر من ضعفات الكاهن عشان يترفق بالكاهن، والكاهن نفس الحكاية مع الخدام مدرسة الأحد، والأب والأم مع الولاد. يعني نفسنا ما ندينش ولادنا وما نلقط لهمش الغلط، لكن نغسل رجلين ولادهم، نغسل رجلين ولادنا. فعمل المسيح بغسل الأرجل ده الدرس الأول في عيد الفصح، إن أول حاجة يذبح الفكر بتاعنا المتكبر أو المتعجرف، وإن ننحني ونغسل رجلين الناس.
بالنسبة لكلمة ننحني، عشان يعني طبعا لما يغسل رجلين واحد لازم ينحني ويغسل رجليه. كان في أب اسمه فادر لازاريوس، موجود في ديرام بانتونيوس، هو أسترالي، فبيقول إن لما يعني مش عايز أتكلم عن، أرجو إن أجيب لكم السيرة سواء في فيديو أو إنك ملخص ليها. بيقول إن أنا لما تعرفت على مجموعة من الأباط في أستراليا وبعدين بدوا يكلموني عن أنبا أنطونيوس، فكنت فاكر أنبا أنطونيوس ده يوناني، وهو كان تبع الكنيسة اليونانية أو الروس زي اليونان اللي هي الكنيسة الخلقدونية. فقالوا لا ده مصري. قال لهم طب والدير بتاعه فين؟ فوروا له شوية صور للدير فاشتاء يروح. فلما راح لقي الرهبان يجوا قدام الهيكل وينحنوا. ففي الأول كان بيقول أنا اندهشت، إيه اللي بيعملوه ده؟ عمري ما شفت حد في أستراليا لما يصلي ينحني لغاية الأرض اللي هي المطانية يعني. فيقول بديت أدوقها وأنا بنحني لقيت منظري شكل الإيه؟ شكل الجنين في بطن أمه. بدأ عامل زي الدائرة. فحسيت وانا بنحني ان انا الجنين اللي في بطن الست العذراء مع الرب المجد يسوع، فحسيت العذراء دي تبقى امي، وان انا الجنين اللي بيهتم بيا ربنا كأب ليا، فحسيت بأبوة ربنا ليا. فبقيت المطانية بالنسبة ليا مش مجرد تصرف جزداني، لكن فكر البنوة لله والالتصاق بالعذراء وبالقديسين والإحساس إن إحنا كلنا محتاجين إلى أبوة الله. فعايز أقول نفس الحكاية، غسل الأرجل بالنسبة للآخرين مش هتتمتع بالبنوة الله إلا إذا انحنيت، مش بس جسديا بل وأيضا روحيا بانسحاق وباتضاع. وسيبوكم مين اللي يجي الأول يعتذر وناخد حقنا. أصعب كلمة بتتعبني داخليا لما أي واحد خاصة لو كان كاهن يقول لا لا، أنا مرة كاهن لسه قريب يكلمني يقول لي يعني مش من حقي، أنا ليه حق أطالب بيه، ليه يروح حقي؟ قلت يا ربي فين ربنا رب المجد يسوع اللي حقه أنه ينحني ويغسل رجلين الناس، مش يقول ده من حقي أنا عايز أخده. فربنا يدينا ان ندخل في خطوات، نقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت. فاول طريق الصليب الانحناء وغسل اقدام الاخرين بدل ادانته. اما الحاجه الثانيه اللي حصلت في ذلك الوقت بعد الغسل، ان بدا يكلمهم واحد منكم سيسلمني، واحد منكم سيسلمني. فبدوا يرتبكوا، بدوا يرتبكوا، مين الخاين اللي عايش وسطينا؟ وطبعا احنا عارفين بقية القصة، لكن ليه يعلن هذا الخبر وما ذكرش اسمه؟ لدرجة وهو طالع يهوذا قال له ما أنت فاعله فافعله بأقصى سرعة، لأن عايز إيه؟ ما فيش وقت تتلكع، ده الوقت الصليب قد اقترب، روح بسرعة، مش عايز أضيع الفرصة عشان الصليب يتم بسرعة. فقالوا لعله رايح يشتري حاجة للتلاميذ لأنه مع الصندوق، أو لأنه راح يشتري يوضب الاحتياجات الفقراء عشان يديها للفقراء. يعني معناها ربنا ستر عليه حتى وهو طالع يخون المسيح، ما حدش مر على فكره ان هو ده اللي هيسلمه. طبعا عارفين لما بطرس اتاك ايه اتكلم مع يوحنا وقال له اسأل السيد المسيح، فقال له اللي هياخد اللقمة اللي انا حدها له اغمسها واديها له هو. وغالبا عدت على بطرس وعلى يوحنا مش قادرين يحسوا
بمدى خطورتها، لأن مهما قالوا حتى متهيألي السمائيين ما كانوش يتخيلوا أن كلمة الله المتجسد يصل إلى هذه الدرجة الخطيرة، أنه واحد من تلاميذه يخونه يكون موضع خيانة، وأنه يحاكم أمام الناس ويحاكم أمام محاكم كانت يعني دينية، ويجلد ويصلب، أمور كان ما ظنش حد من السمائيين كان يقدر يتخيلها. عشان كده يقول ماري يعقوب السروجي أن رب المجد يسوع فأثناء صلبه ما شفناش ملاك، في خميس العهد جه ملاك يقويه، يعني يقول له ليك القوة والمجد، وفي القيامة شفنا ملائكة، لكن في الصلب إيه؟ ما ظهرش ملاك. ليه؟ يقول لأن رب المجد قفل عليهم في السماء لألا ينزل حد يشيل كل الصالبين. لأن لما نزل ملاك أيام حزقية الملك، الله أعلم في قد إيه، لكن يعني على آخر الليل ممكن تكون في ربع ساعة، في نص ساعة، في ساعة، لقيوا عدد القتلى كام؟ 185,000 عسكري وظابط. طب ما لو نزلت جوقة من الملائكة أثناء الصلب كانت هتعمل إيه في رؤساء الكهنة والفريسيين وبيلاطس والجند والناس الخاينين؟ كانت الدنيا اتشقلبت كلها. فبيقول ماري يعقوب قال له ما حدش فيكم يتحرك. حتى بيجيبوا حوار ماري يعقوب بين الست العذراء وأحد الأشخاص، فهي بتقول يعني ليه يعني رب المجد أو ابنها ما أرسلش بتعاتب أظن الملائكة، ليه ما حدش فيكم نزل علشان يخلص يسوع من على الصليب؟ قالوا له احنا ما كان بس مجرد إشارة، كانت كل السماء هتنزل تتصرف، لكن هو حبسنا منعنا ان احنا نتحرك لانه من اجل هذا جه عشان يخلصنا. صحيح، انا متهيألي لما هنطلع فوق ونشوف الاحداث الجميله دي نقول ايه اللي عمله المسيح ده؟ ايه الحب الفائق؟ كلمه احبنا حتى الى المنتهى، حاجه لا يتخيلها انسان. يقول لك كل السمائيين ما حدش يتحرك لغايه ما يخلص الصليب، لما يجي وقت القيامه ممكن تطلعوا تبشروا، لكن وقت فتره الجلد والصلب والمحاكمات وكل ده مش عايز اشوف حد منكم معايا. ايضا اعلن لبطرس، لما بطرس قال له ايه اللي بتقوله ده يا رب، فاخذوا الحماس وقال بطرس للسيد المسيح الى اين تذهب يا سيد؟ أجاب يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني. تفكر أنا عشان معايا على طول على طول هتكمل الطريق معايا، مش هتقدر، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن إني أضع نفسي عنك؟ لأن لو أنت حتى رحت تموت هموت معك. أجابه يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. يا ربي ليه بعد ما غسلت الأرجل وقلت للتلاميذ أنا نفسي أشوفكم طاهرين، سواء الأول بالمعمودية تكونوا كلكم كاملين، وبعد كده أي خطيئة تحصل أغسل لكم رجليكم في التوبة ونظفكم، ليه كلمتنا عن اللي حيسلمك؟ وليه كلمتنا عن موقف بطرس وتقول له قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات؟ الحقيقة الدرسين دول كانوا في غاية الأهمية. ليه؟ أعز حد في نظرنا عند المسيح تلاميذه، ودول الناس اللي نقدر نقول البيش خاصته، ده يعني المختارين وسط كل هذه الخاصة. واحد منهم يسلمه ويهلك، والتاني يخونه وبإصرار ثلاث مرات ويقول له أنا إيه؟ أنا طلبت من أجلك وتنقذه.
وترجع بعد كده تقول له ايه؟ ارعى غنمي. عايز يؤكد السيد المسيح للعالم انه ليس لديه محاباه، وان القريبين معاه في منتهى الخطوره، لانهم ممكن يقعوا اكتر من البعاد. ودي الحته اللي بنلاحظها احيانا، لما يبقى واحد عاش في الكنيسه مده طويله ويغلط تلاقيه لخبط اكتر من اي انسان عادي. فحب يؤكد لينا انه حتى من خاصتي الملازئين ليا في حد هيخني وفي حد هينكرني. اللي هيخني ومصمم على الخيانه يهلك ويا ريته ما كانت ولد. اللي انكرني وفي ضعف لانه هو كان حاسس مستحيل انه ينكر، ما عرفش نفسه كويس، ده انا ايه مش هسيبه، أطلب من أجله وأسنده لغاية ما خلص. مفيش حد كبير على الغلط، مفيش حد كبير على الغلط. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويخلينا، أنا بحس إن أسبوع الفصح يشغلنا من دلوقتي، من فترة بداية الصوم لغاية عيد القيامة، المفروض يشغلنا كل أيام حياتنا. وياريت نهتم بالإنجيل يوحنا من ابتداء اللي احنا خدناه اصحاح 13 لغايه الاخر، بالاخص الاصحاح 14 و15 و16، احاديث ممتعه لايه؟ حصل بلبله. اقرب من ليك اللي ماسك الخزنه اللي مؤتمنه على الفلوس ده هيسلمك، والتاني اللي كان ملازق فيك في كل مكان ده هينكرك وباصرار 3 مرات وفي ليلة واحدة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. إن شاء الله المرات الجاية نتكلم عن الحديث الأول الوداعي والأصحاح 14.